حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة ادعوا أنها حفيدة نادية لطفي، لأن ملامحها تشبه إلى حد كبير الفنانة الجميلة، حتى وصفوها بتوأم نادية، وذلك بسبب الشباء الكبير الذي يجمع بين الفتاة وبين الفنانة. وتبين أن الفتاة صاحبة الصور المتداولة هي عارضة أزياء هولندية تدعى روز أبلز من مواليد 23 من سبتمبر من عام 1999، دخلت مجال عارضة الأزياء وهي في سن 14 من عمرها. وفي حقيقة الأمر فحفيدة نادية لطفي الوحيدة هي سلمى البشاري من ابنها الوحيد أحمد عادل البشاري، وكان أول ظهور لها قبل سنوات قليلة أثناء تكريمها في نادي ليونز بالقاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.